مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله يا ربي بخير. طلاب، اليوم محاضرتنا ان شاء الله حتكون عن الباسكتبول ترمينولوجي، اللي هي معناها مصطلحات كرة السلة. احنا بالماضي اخذنا مصطلحات كرة القدم، هسه راح ناخذ ان شاء الله مصطلحات كرة السلة الجزء الاول. كل المصطلحات اللي تتعلق بكرة السلة بالانجليزية حناخذ بهالمحاضرة ان شاء الله الجزء الاول، والمحاضرة الجاية ان شاء الله ناخذ الجزء الثاني. زين، مبدئيا كرة السلة نسميها باسكت بول، اللي جاية من باسكت اللي هي سلة، بول اللي هي كرة، فتصير كرة السلة. زين، نجي على المصطلح الأول اللي هو catching the ball. catching the ball، catching the ball معناها مسك الكرة. catching عندنا فعل catch اللي هو يمسك، إذا catching the ball مسك الكرة، يمسك الكرة. زين، ball handling، ball handling. زين، عندنا فعل handle هو تحكم، يتحكم. ball handling معناها التحكم بالكرة، يتحكم بالكرة. مثل ما قلنا عندنا handling هو فعل يتحكم. زين، backward pivot، backward pivot. backward pivot هو الارتكاز على القدم الخلفية، يعني اللاعب كرة السلة من هو واقف، قدم لقدام قدم لورا، هو يرتكز على القدم الخلفية، نسمي هذا backward pivot. backward pivot. زين، around the back pass، around the back pass. هذا المصطلح نعني به تمرير من خلف الظهر. around the back هو خلف الظهر، pass معناها تمرير. إذا around the back pass معناها تمرير من خلف الظهر، يعني اللاعب واقف ومرر الطوبة من خلف الظهر، يعني شمرها لورا مثل ما نقول احنا. زين، عندنا المصطلح اللي ورا backboard. backboard، هذا الباكبورد معناها لوحة الهدف، اللوحة اللي معلق عليها الهدف، تمام؟ backboard نسمي لوحة الهدف. زين، bounce pass. طلاب، كلمة bounce معناها مثل المرتد، فتشي مرتد. زين، pass هي تمريرة، إذا هذا حيكون تمريرة المرتدة. bounce pass هي تمريرة المرتدة. center circle اللي هو معناها الدائرة المركزية، الدائرة اللي تصير بمركز ملعب كرة القدم، هاي نسميها center circle. معناها مركز، circle معناها دائرة، إذا حتصير الدائرة المركزية هي تكون مكانها بمركز كرة القدم. زين، basket hanging. طلاب، هذا المصطلح شنو معناه؟ basket hanging معناها بقاء أسفل هدف الخصم، يعني اللاعب يبقى أسفل هدف الخصم، هذا نسميه basket hanging. أوكي، طبعا هو مصطلح الباسكت نعرف بيه سلة، الهانجينج هو معلق، كلمة فعل هانج يعلق، هانجينج معلق. إذا هنا أنا مثل ما نقول حرفيا معلق جوا الهدف مثل ما نقول. زين، bang shot. هذا شنو المصطلح bang shot؟ التهديف بضرب الكرة بلوحة الهدف، التهديف بضرب الكرة بلوحة الهدف، يعني اللاعب يضرب الكرة ترتد بلوحة الهدف وراها ترجع تدخل بالسلة، هذا التهديف بضرب الكرة بلوحة الهدف. عندنا مصطلح boundary lines، خطوط الحدود، يعني الحدود مع الملعب، هذا نسميها boundary lines،
خطوط الحدود. زين. Fast break. Fast break. كلمة fast معناها سريع. هنا fast break مصطلح معناه هجوم خاطف. هجوم خاطف معناها هجوم سريع كلش، يعني بدون ما اللاعب يدري. Bounce dribble. نعرف dribble معناها تنطيطا. Bounce معناها مزدوج. إذن bounce dribble تنطيطة مزدوجة. زين، عندنا bounce قلنا معناها تنطيط الكرة، ارتدادها، يعني ارتداد الكرة، اللاعب من يضرب الطوبة بالقاع ترتد للي فوق، هذا نسميه bounce. He is bouncing the ball، يعني ينطط الكرة. وأخير مصطلح عندنا chest pass، تمريرة صدرية. chest pass، كلمة chest معناها الصدر، pass معناها تمريرة، إذا صير تمريرة صدرية. زين، وبهذا الطلاب راح نكون خلصنا مصطلحات كرة السلة الجزء الأول لهاي المحاضرة. طلاب يعني إن شاء الله هاي المصطلحات تكون تفيدكم بالمحاضرات، تفيدكم إن شاء الله بالحياة، بحياتكم العملية. ممكن تستخدموها في اليوم من الأيام. ممكن إذا مثلا مصطلح عجبكم وما عرفتوا شنو معناه ترجعون لهذا الوورد اللي أنا حجز لكم إياه همينة، وممكن تحطوها أيضا بجمل حتى تستفادون من المصطلح أكثر وما ينسي. تمام طلاب، فإن شاء الله هاي المصطلحات راح تكون محاضرتنا لليوم. طبعا ما مطلوب منكم أن تحفظون كل مصطلح، بس انه انتو خلوا ببالكم بحيث انه من تشوفوا مرة ثانية تعرفون تتذكروا انه هذا المصطلح انتو قاري، وبمرور الوقت راح تظنون تكرروا تحفظوا ان شاء الله. ودمتم سالمين طلاب، مع السلامة.